أستاذ عبد الحميد موسى، أولا نمسي عليك عبر قناة خالد بازيدان على اليوتيوب. الله يحييكم ونحيي قناة خالد بازيدان، يعني سوى لنا حاجة جديدة في هذه الدورة هذه السنة ما شاء الله تبارك الله، متابعين ونحن بنتابع أول بأول كمان عبر النت ما شاء الله وعبر موقع الأستاذ خالد بازيدان. كابتن عبد الحميد موسى نائب رئيس اللجنة المنظمة لهذه البطولة، أولا نشكركم حقيقة على هذه البطولة الرائعة والمميزة في عامها 12، سر تألق هذه البطولة؟ والله طبعا سر تألق هذه البطولة تكاتف اللجنة ما شاء الله مع بعضهم من البطولة الأولى لحد الآن، هم نفسهم ما شاء الله، يعني إذا كان غاب يغيب عنصر أو عنصرين، أما اللجنة هي ما شاء الله مع بعضهم ما شاء الله من الدورة الأولى لحد الدورة 12، وبعد الفرق أيضا مشاركة معنا، والحمد لله البطولة ماشية على ما يرام. كابتن عبد الحميد موسى، هذا العام اختلفت البطولة تماما بمشاركة 40 فريقا كبيرا في هذه البطولة. والله مو هذه السنة اللي شاركوا فيها 40 فريقا، قبل كده سبق أن شاركوا 40 العام وقلت العام، لأن 3 سنين الآن يعني بمجموعات تختلف عن المجموعات السابقة، 40 فريق وتتقسم إلى 8 مجموعات وفيها ملحق التواني والتوالد، يعني الدورات السابقة ما كانت فيها ملاحق ولا فيه، كانوا يأخذون الأول والثاني على طول دور 16، والآن يعني تغيرات يعني الحمد لله. وللمرة الثالثة يعني على التوالي نحن نلعب ب40 فريق، يعني العام 40 وقبل السنة اللي قبلها 40 والسنة هذه 40. كابتن عبد الحميد موسى، ثالث أيام الملحق في هذه البطولة، كيف كانت مباريات الملحق؟ والله زي ما تقول الساعة غامضة، يعني ما بانت الفرق زي الناس لسه، يعني من 16 حنشاهد مباراة، من 16 إن شاء الله أشوف يعني المباريات القوية كلها إن شاء الله من دور 16 والثمانية وانت رايح ان شاء الله باذن الله. اخيرا استاذ عبد الحميد موسى، كلمه تقدمها لقناه خالد بازيدان عبر اليوتيوب. انا قلت لك قبل الحوار، قلت لك يعني قدم لنا شيء جديد الاستاذ خالد بازيدان، والصراحه انا كنت متابع قبل الدوره حقت المدي، انا كنت متابع من الناس المشاهدين في بطوله نور، كنت بشوف يعني تغطيه مميزه يعني، وهو على راس القائمين على التغطيه ما شاء الله الاستاذ خالد بازيدان، تصويرات وما ادري ايش كذا، بنشوف يعني الصراحه نحن ما نهضم حقه كمان، نقول الصراحه يعني سوى حاجه لا يعلى عليها الصراحه.